إلى أن تجيب، أرى الآن ألسنة الدخان أيضاً تتصاعد في وسط غزة. هذا يبدو أنه يعني مخلفاً لقصف صاروخي جديد في سماء غزة. لا نعلم تحديداً أي المناطق، سنحاول طبعاً أن نتابع كل التفاصيل من خلال مراسلين في انتظار مداخلاتهم لجمع معلومات أوفى، لكن هذا القصف يبدو جديد عن ما كنا نتابعه قبل دقائق. ألسنة الدخان تتصاعد، قصف جديد ما زال مستمرا لأهداف ومنازل وأبنية وأبراج في قطاع غزة. هذه استراتيجية دائما تتعامل معها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأبراج في قطاع غزة. واللافت حسب شهود العيان وحسب مراسلينا، منذ ليلة الأمس رصدت استخدام أسلحة جديدة، صواريخ جديدة تحدث هزات ارتدادية كبيرة وحجم دمار هائل في المكان.